السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم في يوم غائم، هواء حلو بس الهواء زيادة شوية معنا في التصوير اليوم، فيوم غائم وممطر وجميل. فمعنا ما شاء الله الوحشة تي آر إكس، أو المسمى حقه فعلا تيركس. حنشرح لكم الآن ليش تيركس وإيش الرد على الرابتر، وحنشرح لكم معلش أنا الستايل حقي شوية يمكن مختلف، البعض يبغاني كل سارة عيد شرحها. شرحنا لكم على الرام بتفصيل الممل كاملا قبل كده، اليوم حنتكلم بس على الاختلافات حقت التيركس مقارنة بالرام ال 1500 العادي، وايش الاختلافات اللي تمت هنا. اعتقد هذا يهمكم تعرفوا ايش اللي حاصل في التيركس مقارنة الرام التيركس ال 6.2 لتر سوبر شارج مقارنة بالرام العادي. فاليوم حنتكلم على سريع كده، نشرح لكم مميزات السيارة هذه مواصفاتها، ونترك لكم حرية الاختيار والمشاهدة وباقي التفاصيل الثانية كاملة. برضو كمان احنا في خدمتكم في موقع رابين درايف، فشكرا لكم. اي معلومات حابين تجارب سيارات عروض سيارات ادخلوا على الموقع، هتلاقوا اي شيء حط ابغى سيارة فلانية معلوماتك كاملة، حنوصلها للجهات التمويلية ولي وكيل السيارة عشان يتواصلوا معك ويخدموك وانت في مكانك. شكرا لكم، خلينا ندخل على شرح السيارة. الآن الرام الله يسعدكم، إيش الاختلاف عن رام التيركس مقارنة بالرام العادي؟ طبعا ما شاء الله مع السوبر شارج صورنا الرام الـ 1500، وصورنا المحرك حق الهيلكات على تشالنجر وتشارجر، وصورنا لكم واحدة كان معدل 850 حصان. المحرك معد وجاهز لاستقبال كمية تعديلات خيالية جدا، ف 702 حصان إذا أنت شايف ما هي كافية لا سمح الله بالغلط، يعني شايف أنه طال عمرك ما هي ملي عينك، فالمحرك تقدر تزوده فوق الـ 1000 حصان وأنت مستريح. طيب الآن المحرك تكلمنا عليه، والسوبر شارج اللي موجود على السيارة هذه، على المحرك ده تكلمت انه مو بس رهيب، شنيع، عليه كمية دوران وسحب هواء خيالية جدا. طيب زي ما قلت ترجعوا للهلكات ان كانت شارجر تشالنجر، ترجعوا للرام. الآن خلينا نتكلم دمج الاثنين في بعض ايش اللي حصل معنا. طيب عندنا هنا الله يسعدكم الحساسات هذه، ما هي بس حساسات باركينج سنسرز، هذه حساسات مانع على الصدام، فلو قربت من منطقه شويه مرتفعه في الرمل او في غيرها فبتوقف السياره، بتساعدك في ايقاف السياره عشان ما تصطدم فيها. الارتفاع السياره بشكل عام، الرفارف هنا طبعا الرام ال 1500 الاختلافات، الرفارف هنا اعرض، فعندنا العرض يا جماعه الخير حوالي 8 انش والارتفاع 11 انش الاختلافات، فشوفوا حتى الفتحات الرفارف مختلفة تماما، الكابوت مختلف تماما، فتحات التبريد حقت المحرك وسحب الهواء على الانتيك على المدخل الهواء. خليني افتح لكم الكابوت واوريكم كمان حاجة فيها، يعني زي ما يقولوا كده ايش مسحل جدلي زي ما يقولوا، يعني شركة دوج او ستلانتس حابوا يقولوا لك فورد عندهم الرابتر، الرابتر عبارة عن ديناصور صغير وشرس، احنا عندنا قمة الديناصورات الوحش فيهم التيركس، فأوريكم حابين أوريكم التيركس إيش حيسوي في الرابتر. فتحات التبريد في كل مكان في السيارة، في الواجهة 1 2 3، في الأسفل وفي الجوانب في اللمبات. هنا فتحة الانتيك دخول الهواء، هذا كلمة التيركس موجودة هنا، وتحتها المسحة اللي قلنا عليها دقيقة. أوكي تيركس بياكل الرابتر، يعني هذا كده المضمون واضح تماما وبما لا يقبل الشك، بادب وذوق او بقله ذوق واضحه تماما، يعني ما مش حنختلف، مش حنخسر بعض زي ما يقولوا. طيب الان في جزئيه ثانيه ملاحظه شويه لاحظتها برضو قبل كده كم مره، حتى في كان عندي في الجراند شيركي، خذوا بالكم الدخول الهواء من هنا اطلع معانا مباشره على فم الوحش السوبر شارجر عشان ابلع الهواء ويدخل عمليه الاحتراق ورفع الاداء. ما شاء الله بنتكلم على 702 حصان، وبنتكلم على عزم حوالي 800 وكسور 850، هحط لكم الارقام. الان نفس الملاحظه اللي بقولها، في عندنا فتحات التبريد هنا ممتازه رائعه في الجنبين، لكن افضل يا اما تشيلوا الغطاء الداخلي عزل الصوت الداخلي، او تقصوه وتخلوا الباقي بحيث انه يساهم في عمليه تفعيل التبريد الموجود اصلا موجود معنا هنا اهو واضح. طيب فتحات التبريد، كفرات 37 انش، تصفيح في الاسفل، رفارف عريضه، وعندنا هنا كمان خروج ممكن تكون ديكور اعتقد او ممكن شغاله ما انا متاكد، ثواني
لا مفتوحة، ممتاز. هذه فانكشنال، فتحات تبريد فانكشنال شغالة اهي، فالهواء اللي بيدخل معانا من هنا بيطلع من هنا، الهواء اللي بيدخل من فوق قدام بيدخل على طول راس الماكينة، وفي عندنا فتحات تبريد إضافية، فهذه كمان ممكن تتفعل بشكل أفضل. الرفارف الخلفية العريضة، تانك البنزين هنا في الرفرف العريض. لو شخص قصير، سيدة، طفل حابب يطلع على الحوض، فعندنا هنا الدعاسة اهي، يقدر يطلع لفوق. عندنا كمان من ضمن الاكسسوارات ما شاء الله احمد مركبها، عندنا الغطاء السحاب بريموت كنترول، والشنطه تتفتح بريموت كنترول كمان. طبعا الجزئيه اللي الكل يحبها غير كفرات ال 37 انش والامور كلها، الجزئيه اللي نحبها حنخلي حبيبنا احمد يدخل السياره الان ويسمعنا صوت الشكمان الطربي، خصوصا لما نحط على وضعيه الـ يعني الـ الاداء الادرينالين والرياضي. فخلينا نسمعكم الصوت شوية، بس أنا أبعد شوية عن الشكمان عشان طبلة تدني. واحدة من الأشياء الحلوة في السيارة مخفية، أكرمك الله، دعاسة الأرض، وفي عندنا هنا مكان تحط مكان حتى مع تخريم لتصريف المويه، بمعنى انك تقدر تحط ثلج، تحط مشروباتك اللي حابب تاخذها مع الاسره طالع بر او غيره، وكمان الثلج لما يصير مويه يصير تم تصريفه هنا. فمكان او اذا حبيت انه يكون مكان مخفي تحط فيه اي شيء ثاني مو باين برضه كمان تنفع. طيب الان الله يسعدكم، لو ركزنا بقولنا بنركز على التحديثات او التغييرات مقارنه بالرامل 1500 العادية. طيب عندنا تعليق هنا ما شاء الله، في تحسين في التعليق، التعليق شايفينه هنا مختلف تماما من جوا، في حتى بلايستاين. خلينا نروح للخلف، كفرة 37 انش في الخلف هنا في ورا السيارة، حيبان بشكل اوضح. عندنا هنا هو بلايستاين، هذا جاي يعني كده شيء مخصوص من الزلينو للتيركس، حتى علامة التيركس عليه بلاك هوك. في عندنا الحساسات هنا مع تريلينج ارم الاسود اللي تحت، حتى لو المساعدات السيارة طايرة في الهواء او على الارض او في مناطق وعرة او رمل او اسفلت او تطعيس، اي ما كان نوع الجنان او المشي العاقل اللي انت بتعدي فيه، فهي السيارة هتعرف مع الحساسات وهتعدل التعليق يعني instantly في لحظتها، هتعدل لك تعليق السيارة بالكامل. فهذا بلايستاين شيء، وهذا جاي مخصوص للرام اكتيف ترين داينامكس بلاك هوك تيركس 355 ملم، وفي مع الباي باس حقها بحيث انه عملية تدوير الزيت ورجعه ثاني. هذا الان الله يسعدكم تعليق السيارة، الكفرات 37 انش، تحسين في مرور المناطق الوعرة مقارنة بالرام العادي حوالي 40%، الارتفاع من تحت زاد حوالي 11 انش، والعرض 8 انش، وعندكم الله يسعدكم طبعا التحديد اللي هو محرك وجير بوكس وفرامل الهلكات محسنه طبعا للاداء المناطق الرمليه والوعره. طبعا ما شاء الله عمليه سحب السياره هنا كمان، البرمجه مركزين هنا نوعا ما شويه، البرمجه مركزين انها تكون السياره للمناطق الوعره دفع رباعي باداء رياضي، ما هي اداء رياضي زي سياره سيدان او كوبيه صرفه، لا هنا مقصود فيها تعديل، وزي ما قلت البلوك يتحمل ويتقبل جميع انواع التعديلات. خلينا نشوف داخلية السيارة الله يسعدكم، ونقول كده ايش، ندخل على اختبارات التكييف، التسارع، الفرامل، الامور الثانية دي كلها. دحين احنا الان داخل السيارة نقول بسم الله ما شاء الله ابو حميد الله يسعده، يعني جاهز حاطط جميع انواع الووكي توكي والاستعدادات الثانية كاملة، وبسحب وراه مقطورة كامبر كده في البر، وراجل تبع ما شاء الله يعني بر على صوله. الان الله يسعدكم خلينا نتكلم على السيارة. عندنا هنا في الشاشة حتشوفوا المعلومات السيارة بالكامل، عندنا شاحن جوال، عندنا الشاشة هنا كمان هاي كلمة رام، وعندنا الأزرار هنا في الأسفل، أي توصيل كهرباء إضافي حاب تركب على السيارة فعندك على طول الأزرار موجودة هنا، إضاءة، كشافات، أي شيء حاب تضيفه على السيارة موجود عندك، كم تجهيز جاهز. السحب مقطورة راك في الخلف، وتوزيع الفرامل والعزم هي موجودة هنا. هذا الزر السحري اللي بيميز بصراحة الهلكات رام اللي هي تيركس أو هنا موجود بشكل واضح. عندنا طبعا الانتيك، المعلومات السيارة كاملة موجودة عندنا، دقيقة في الأعداد، سرعة، وين بتبدأ عملية بشيك على السيارة في كل شيء، خروج من المسار،
وعندنا هنا طبعا نقدر نرجع، عندنا ابل كار بلاي عوضيه ثانيه غير اللي تاخذها من الازرار اللي قدامك، تقدر تيجي هنا تتعدل او تلعب او تشوف اي سيت اب تبغى تسويه في السيرفر كامل. فعندك هنا وضعيه الاوتو اهي، في وضعيه الثلج تتغير، في وضعيه السحب اهو، وضعيه السياره كلها بتختلف، والسبورت هذا عاد الكلام اللي احنا جايين عليه المهم، وزر اللونش ان شاء الله احنا حنجربه الان كمان شويه، المود. فهذا باختصار مفيد، الشاشه قدامك تعطيك كل شيء فيها. طبعا في معلومات، في عندنا هنا الباها اذا طالع رمل وتطعيس وتبى تلعب في الرمل بالطول وبالعرض، عفوا وضعيه اذا بتعدي منطقه فيها صخور، تنت الروك شيفت فور لو ويد. اوكي لازم نعشق لدفع رباعي منخفض بعدين نقدر ندخل على الفور لو رمل، وعندنا هنا الكاستم اللي هو تحط الوضعية اللي تناسبك. فالآن المختصر السيارة اعطتك كل الوضعيات، نفس اللي موجود في الرام بس هنا محدث عشان الهلكات. خلينا نشوف ندخل على اختبارات التكييف وباقي الاختبارات الثانية بالكامل نجرب لكم اياها الان. طبعا زي ما قلنا هنا الاشياء اللي ندخل الاشياء المميزة في عملية انه السيارة الرام التي ار اكس. في عندنا هنا الاكسل لوك، اوكي الدفلوكات، عندنا الفور لو والفور هاي، الاوتو واللونش كنترول، ومن هنا تتحكم في المود. هنا الكاميرات، طيب فعندنا سراوند كاميرا، اوكي تبتدي تختار الوضعية او الاحتياج حقك فتقدر تشوفه بالكامل معنا. طيب الان خلينا نطلع من الكاميرات، ما احنا جينا عشان الكاميرات، احنا جينا عشان الكلام المهم. طيب خلينا ندخل على الداشبورد، هذا اللي هو مخصص، فتحت زر فيكل هنا صفحة الفيكل السيارة، هنا بنتكلم تميز السيارة دي. طيب اذا دخلنا على البرفورمانس بيجز، طيب تايمر اذا حابب تخش حلبة او خط مستقيم وتشوف التسارع، الجيجز العدادات عندك هنا بالكامل كل شيء قدامك، الداينو حتى اختبار داينو السيارة بتديك اختبار الداينو كما حصلنا على الكفر واصلة، الجي فورس قوة الجذب والدفع والتسارع الجانبي، حتى البيتش والرول اللي هي الميلان الامامي والخلفي والجانبي، والديناميك فيكلز كلها هي موجودة عندنا. طيب خلصنا من الصفحة الأولى، ندخل على الدرايف مودز، وريناكم إياه اللي هي اللي تكلمنا عنها الرمل والطين والباها، خلاص نطلع منها نخش على الريس اوبشنز. هنا مثلا تحدد انت اللونش كنترول اللي تبي تعمله على 1700 ار بي ام، 2000، 2100 ار بي ام، تحدد اللونش كنترول حقك وخلاص السيارة بتديك تديك الخطوات، ادعس اسوي او شوفه من هنا مثلا بحط الار بي ام قد الين اخر شيء، خلينا نشوفه الازرق اداك الين 3500 ار بي ام، هنا ممكن اعمل لك لونش كنترول يعتمد على حده التسارع اللي تبغاه. بعدين عندك الريس كول داون لعمليه تدي السوبر شارجر الانتر كولر فرصه مع الماكينه اللي تبرد معك. طيب خلينا نشوف الان على سيتكم، نعمل اختبار التكييف، حطيته على 20 البروده 20 هنا 12.9، هذا على سيتكم درجه البروده حقت التكييف وبتنزل، لكن خلينا نقول ايش 20 التكييف هنا جاب فعليا 12.9 درجات مئوية. ما شاء الله تعدت سيارات كثير جدا في الاداء، جماعه الخير اقصر مسافه تسارع وافرمل فيها، يعني عاده اديها مسافه اطول من كده عشان تفرمل، لكن ما شاء الله جباره، جابت سرعه عاليه جدا وفرملت باسرع من كل منافسينها في المسافه القصيره دي. الان ما شاء الله احنا شخصين داخل السياره ومن الحجم الكبير يا جماعه الخير، ما يعني ما حد يقول لكم والله في واحد، لا انا كتكوت ولا صاحب السياره كتكوت. طيب ف 0 ل 100 جبنا 170.6، من 0 ل 60 في 2.40، من في 24 متر 2.40 ثانيه، ومن 0 ل 100 في 5.21 ثانيه في 89 متر. ما شاء الله تسارع السياره عنيف جدا، وبكل الدفع الرباعي والأنظمة الموجودة في السيارة في كمية طاقة عنيفة طالعة من السيارة، ما شاء الله يا دوب السيارة تتمالك نفسها الأنظمة والدفرنسات والكنترول عشان السيارة ما شاء الله ما تروح سايد ويز من قوة القومة.
عندنا الشيفت لايت، انت هنا تقدر تتحكم في عمليه التروس تتعشق على كم دوره، على كم دوران محرك مثلا، اول على 5750، الثاني الين الثامن تقدر تتحكم فيها، من الخامس للثامن له نسبه واحده، اما عندك الاول الثاني الثالث الرابع تقدر تتحكم على كم دوران كل واحد، وعندك ريس كول داون، عمليه تدي فرصه بعد ما تسحب في السياره ترسم السعادة على وجهك والابتسامة كبيرة زي ما جربنا الآن، بصراحة رائعة، تدي فرصة أن السيارة تبرد نفسها عشان تديك أفضل أداء، إن كان للمكينة، لموية المكينة، زيت المكينة نفسها، كل القطع المهمة تستريح وتريح كده شوي. شوف يا جماعة الخير، من 66 إلى 70، من 66.1 بصوت السوبر شارج والكفرات العريضة إلى 71، جابت 70 71 72، هذا يعني من خلينا نقول من 6 خلينا نقول من 66 الى 71 جابتها، وهذا كفرات عريضه و37 انش وسوبر شارج وكل ده. طبعا ما شاء الله كمان الهيد اب ديسبلاي بصراحه واضح في عز النهار، لكن الهيد اب ديسبلاي شغال بشكل ممتاز ما شاء الله تبارك الله، مقارنه بسيارات ثانيه اغلى منها كثير. السياره بامانه وعلى قد انه نيت وتقيل وترك وثلاثة طن وكسور وزنها، السوبر شارج اللي فيها الماكينة مجنونة، يعني جربت الهلكات في كل انواعها، يعني اقل وصف للمحرك ده مجنون، حطوا في اي شيء مجنون. اقل لونش كنترول عملناه على 2300 دورة، ما عملته على 3000 ولا شيء، يعني نزلنا اللونش كنترول عشان بس نديها فرصة، قلنا ما ابغى اشد تماما في القومة، اعطيها اقوى شيء، فهو شوف اللونش كنترول هنا 2300 فقط. فأنا أقدر أرفع ل 3000 وكسور 3500، فعلى 2300 سويت الجنون ده كله. هذا الداينو، شوفوا أداء المحرك كم حصان وكم العزم في دوران المحرك في الـ RPM. باور بالأحمر الأحصنة بالأحمر، والعزم باللون الأورنجي البرتقالي، وهنا دوران المحرك. ما بدي أحكيكم على صوت الشكمان، ما شاء الله تبارك الله طرب بأمانة طرب. شو يا جماعة الخير، السيارة هذا المحرك ده جربته على الله يسعدكم على التشالنجر كوب، جربناه على تشارجر أربع أبواب سيدان، جربناه على تراك اللي هو هنا الرام، بأمانة نفسي أشوفه في سيارة مقفلة ثلاثة صفوف ركاب، يعني فهمتوا على كيف إنها تنزل مقابل الإكسبيديشن، مقابل التاهو، بس تنزل إن هي فول سايز حاجة كده ومقفلة بالكامل ورا، أعتقد حتكون منافس لكثير من السيارات الأوروبية في عملية أنه بيعطيك سيارة زي مرسيدس جي إل إس ولا غيرها، يعني حتى سعريا هنا 425,000 ريال. وطبعا حتنتظر يا جماعة الخير مع مشكلة الكورونا والسيمي كوندكترز، في انتظار ما زال قائم على السيارة، تمسك شوية وقت. الوكيل طبعا جيب لكم الأسعار من وكيل بيترومين سيلانتس، حنجيب لكم إن شاء الله أسعار، جبنا سعر السيارة حنحط لكم السيارة، الصيانة، الضمان، حنعطيكم تفاصيل كاملة كما عودناكم، حتى الأقساط. مشكورين بنك الإمارات دبي الوطني، متعاونين معنا بدون الأقساط. فالشاهد الله يسعدكم، نفسي فعلا أشوفه على سيارة 3 صفوف ركاب مقفلة، حيكون رائع. هنا طبعا عندنا هنا اللوحة البليك، عندنا هو 702 حصان، 881 نيوتن متر، سوبر شارج 6.2 لتر، يعني حتى معلومات الشاصية كل شيء موجود عندكم هنا. ختاما شكرا لكم متابعتكم كريمة، شكرا لأخونا أحمد شاكر جزاه الله ألف خير وعطانا سيارة نجربها، ونراكم ومكملين معكم إن شاء الله في كل تجارب، في كل جديد وغريب مفيد في عالم المحركات. شكرا لكم.